دايما يعني كلام احمد سامي ان حضرتك لا تتدخل، لكن كل اللي كان بيتقال من بعض الناس طبعا الفتره اللي فاتت، مش اللي فاتت دي، ان دايما المهندس فرج عامر هو اللي بيحط التشكيل. ما بهزرش والله، انت ما كنتش بتسمع فيلم 4-4؟ ايوه، بيطلع يقعد فوق كده ويقول لهم يا جماعه انا عايز العب اسلام ومحمد وعلي وحسين. ما بيحصلش كده ابدا خالص، ما فيش مدير ما بتتدخلش خالص. يا بيه ده اكبر اسامي مرنت معايا، كابتن حلمي طولان راجل عملاق، كابتن شوقي غريب، الكابتن حماده صدقي، اقول لسيادتك مين احسن ناس، حسام حسن وابراهيم حسن، الدكتور ميمي عبد الرزاق، ناس كتيره جدا بدات معايا، الكابتن طارق العشري، كل الناس دي يعني نجاحاتها كبيره قوي، عملوا نجاحات كبيره جدا في سموحه، دي كلهم اسامي كبيره جدا. بس يعني حضرتك ما بتقولش حاجه كده تقول لا اختيار اللاعبين بس لازم اكون انا مقتنع تماما باللاعبين. وبعدين انا في لاعبين كتيره جدا بعرضها على المديرين الفنيين، بس ما يجيش في النهايه الا لو المدير الفني موافق عليه. لكن حضرتك بتشوف يعني كل الصفقات اللي بتيجي نادي سموحه لازم المهندس فرج عامر بيشوفها بنفسه، لازم اكون عارفها واكون متابعها ونرشحها للمدير الفني ونتكلم معاه، واحنا بندور على لعيبه تكون بتلعب كوره وتكون مش معروفه وتكون يعني يا اما ببلاش يعني يجيبها انتقال حر، يا اما بحاجه بسيطه قوي. بسيطه جدا.